صوت لا ما تيوصلش بزاف هادي راه ثاني مدينه لا كانوا هما تفكروا هادشي بهم حنا حنا فيها دمنا نقدر نقول لك هذه هي الوقفه الثامنه اللي كانت فيها دابا الحمد لله نتمنوا اللي تتشوف رئيس اللي 40 سنه هو شاد الرئاسه ما بدون القاب تجيك النفس على بزاف المدن اللي تتلقاهم بلا ما نبقاو نذكروا في اسماء ديالهم حنا مهم عندنا في دمنا لايسيس غنبقاو تنموتوا لايسيس وخا ديروا اللي درتوا وخا صيفطوا السيده وتجيو ديونا غنبقاو ديما نحبوا لايسيس تنموت السيد هذا اللي سميتو عبد الرحمن شكري اللي تيدعي بانه حاج بانه مصيفط لي السيده انا اش بينه وبين هذا السيد هذا شي تقول له مشكل معايا انا هو عنده مشكله مع السكينه كامله ماشي عنده مشكل معايا بوحدك تقول لك انا نحرض عليه الدراري قصيرين الدراري واليوم الحمد لله راه جابنا لنا في التظاهر وقفه احتجاجيه جابنا لنا كبير وعارف شي يدير مصلحه الفريق كتنافى مع الوجود ديال شكري لا هو لا الرباعه ديالو لا هو لا جميع اللوره جميع هو المكشب ديالو حنا بغينا رحيل فوري للمكشب كامل ما بغينا حتى شي واحد يبقى ما بغيناش يدير لنا بحال المرات اللي فاتوا تيمشي وتيخلي شي واحد ود عائلته تيورثوا ليه وتيخبيه وتيبقى هو بحال ما كاينش باش ما يتحاسبش هو 40 سنه هذه ما طور الفرقه كاين الناس اللي مستعدين يشدوا هذه الفرقه هذه واللي يدعموها ماديا ومعنويا وعندنا في هذه المدينه هذه عندنا خير لاعبين الجمعيه ديما تطلع اللعابه تطلع الكارديان تطلع اي واحد تيجي تيبيعوه بحال قلتي حنا ماشي حنا اونتربريز ماشي فرقه هي صراحه حنا بدينا المقاطعه بدينا سنه الموسم ديال 2013 2014 الفرق ديالنا فاش نزل القسم الوطني الثاني بقينا كنشوفوا ان الفريق لا ما كي زعما ما عندوش شي لي زوبجيكتيف كيطمح ليهم ما كاين والو هي كيلعبوا غير هكاك ما كاينش واحد الفرقه تاسست في 28 لا زعما لا ما كاينش زعما ما كاينش شي لقب ولا شي حاجه السيد اللي كنحاربوا حنايا بلا ما نذكر سميتو حيت ما يستاهلش نذكر سميتو فهمتيني حيت ما يستاهلش نذكر سميتو هذاك السيد تيحاربنا بواحد الناس تيجيو بالجناه وعندنا فهمتيني عيروا الولاد هنايا تيخلصهم عندهم صوافق وهادي والبوليس اللي شاريهم هو الامن ديال السلا اللي شاريهم هو تيشوفوا هما باغيننا حنايا ما نحاربوش شكري باش السلا ما تطلعش للبروميير سيري ما توليش فرقه باش ما يلقاوش مشكل مع الجمهور وانا يا السيد هذا ما بيني وبينه والو شي ديني تلعاون القضائي وهادشي راه بزاف هادشي راه شبه ليا باقي بان تنطلب بان من هاد الناس المسؤولين ولا شي وحدين اللي يشوفوا اعاده النظر في هادشي اللي تيدير هاد السيد هادشي في هاد المدينه هذا غير قانون وشي خشاق القانون بجميع قوانينه ظهر واحد الوقفه احتجاجيه درنا قدام العماله جاو هما الامن جاو كيصوروا لينا حنا وجهنا وتحاربنا معاهم وداك الشيء حيت ما خصهمش يصورونا قالوا لنا المره الجايه غنلقاكم دايرين هادي وداو الدراري اعتقلوهم وشحال من واحد تعتقل وشحال من واحد ضرب الحبس كاين اللي ضرب شهر كاين اللي ضرب شهرين فهمتيني هادشي داك كامل على ودي تسلا علاش؟ تسلا حنا كنحبوا المدينه عاد كنحبوا الفرقه حنا المطلب ديالنا واضح ومنذ الازل عندنا هذا المطلب هذا هو رحيل شكري حيت شكري باهي رمز الفساد لا هو لا اللي معاه في الراديو قال لهم بان جمهور السلاوي ما كاينش شي جمهور السلا ما عندهاش جمهور غير القصيرين وكما دابا شتو نتوما راه ما كاينش القصيرين اغلب ديال الجمهور دابا اللي كان راه فوق 22 عام وكنطالبوا من السيد هذا يمشي بحالو حيت 40 عام راه بزاف 40 عام بدون لقب ما شفنا ما فرحناش معاه ما عمرنا فرحنا معاه المقاطعه في صالح ديال الامن ديال السلا حيت ما باغيش التبرزيط ديال الجمهور فهمتيني هم باغيو نقعوا بحال هكا هذا هو المشكل وحنا مدينه مليونيه ثاني اكبر مدينه في المغرب راه حشومة وعار يكون شاده واحد 40 سنه 40 سنه هو شاده راه بزاف هادشي هذا الفلوس اللي كياخذوا من عند الجامعه ولا كياخذوا من عند لي سبونسور هذوك الفلوس فين تيمشيو ما كنشوفوا فيهم ما تيبانوا في ارض الواقع تيتخشاو في الجيب في الكواليس تيتخشاو في الجيب واللعابه اي لاعب بان مزيان اي لاعب بان مزيان ماشي كيتاخذوا الفرقه الام وكتستثمر فيه باش تخليه لاعب معاه ويطلع حتى هو باش تولي عندنا فرقه حتى حنا تولي عندنا ترسانه بشريه في المستوى اللاعب اللي تيبان تيبيعوه واللاعب اللي عيان في البطوله اللي شرف واللي مبقى فيه ما يدا كيجيبوا لهاد الفرقه هذه بثمن رخيص حنا ولينا بحال شي فريق منشط
الجمهور واغلبيه ديال الجمهور اللي قلب على الفرقه هذه بسبب شكري. تيقول لك سلا راه ما عندهاش فريق، ما عندهاش القاب، صافي شي يمشي يشجع فرقه اخرى. الجمهور مقاطع خمس سنوات كما قال الصديق بان حنا فاش كنا في الدوزيام سيري بدينا المقاطعه ديالنا، وهذا كيبين كاين الفرق ما بين ان كره السله وكره القدم. كتشوفوا بان فريق عندنا كره السله وفريق نقول فريق عالمي، عندنا الام بي اي الحمد لله، يعني فريق مكتب ديالو بوحده ما داخلش مع المكتب المسير ديال كره القدم، بيناتهم واحد الحساسيه بيناتهم يعني. والفرق كره السله من هذا المنبر كنشكره على الانجازات اللي كيديروا. راه كتشوف الدرابو ديال الكره ماشي هو الدرابو ديال الباسكيت، مختلفين. علاش؟ حيت ملي شادين الباسكيت كنجازيهم بخير على داك التسيير اللي غاديين به ومشرفين المدينه ديالنا افريقيا وعالميا، وهما باغيين ما حاملينش هذا السيد هذا اللي شاد الجمعيه السلاويه لكره القدم على دابا مبدلين اللوغو. درابو السله ديال الباسكيت ماشي هو الدرابو، فهمتيني؟ حيت الاخر سلاوي شكري زعري، شكري ماشي سلاوي، من زعير هو ما خصوش يشد السله. ملي كتهضر معاه تقول لك انا خسرت عليها فلوس، شنو خسرتي عليها؟ السله راه مدينه ثانيه، اكبر مدينه في المغرب، راه عندها جماعه، عندها بزاف الحوايج، عندهم دخول بلا كوره، عندهم دخول بلا واش ديك الجماعه عندهم دخول. السيد كان قال في الراديو بان الجمعيه السلاويه ديالو وكيموت عليها وما يقدرش يسمح فيها. حنا تنعرفوا شي واحد تيموت على شي فرقه تيدي القاب تيطلع بروميير سيري تيضحي، ماشي تيصفر وشي ينهب وشي تيسرق كما بغا. وكما قال لك الدري اللي قبل مني قال لك هذيك شكري ارحل على الحياط شي ضربوا عليها وكذا، فريمون ضربوا على طيقان. وكنتمنى من هذا الرئيس هذا يمشي حشره من لينا، كرهنا هادشي اللي داير. سلا راه في الدم كما هو سلا دايرها خدمه، حنا لا، سلا دايرنا ام، سلا الحضن هي الام ديالنا هي كل شيء، فهمتيني؟ هو لا شاف ذاك الجمهور اللي مشى للعيون، هو براسه ما مشاش للعيون، جاتو بعيده هو العيون، فهمتيني؟ والجمهور مشى للعيون، واللعابه والماتش باين مبيوع، واللعابه خارجين زعما حشمانين، علاش تحشموا؟ حشموا في الاول، انتوما بايعين الماتش وحشمانين ماشي حشومه. وداك الخطاب اللي خرج فيه وداك الهضره اللي خرج فيها في الراديو ديال خلصت الحكام باش ما نربحش، خلصتي الحكام ايه وخسرتي الماتش، ولكن دم الجمهور راه حرقتيه، فهمتيني؟ راه حرقتي دم الجمهور ديك الساعه، هو راه ما تيحسش بينا، هو عمره اصلا ما يحس بينا، فهمتيني؟ حيت هو امبراطور، هو ماشي فاسد، هو العصير ديال الفساد. بالنسبه لك الرحيل ديالو غادي يصلح الفريق؟ الرحيل ديالو الرحيل ديالو غادي يصلح الفريق وغادي يصلح المدينه عامه، من اي ناحيه غيصلحها.